السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، نهار جديد. المهم واحد الفيديو زوين زوين بزاف. مشينا لعين الوالي، انا ما درتش لي انطلاقه من الدار لان فقنا روطال، والبنت كانت جات من صفرو الاخت نورا وسبقتنا لهنا، وحنا ما وجدنا والو في الصباح. عاد فقنا يعني بزربه كنجمع الحوايج وداكشي اللي غنديو الماكله والفطور وداكشي، ما صلح ليش نصور. المهم احنا هابطين، هالاخت لمياء قدامي والاخ عبد الرزاق وياسين اللي لحقوا علينا بالموتور، وانا ونورا وسميه ولمياء مشينا في الطوموبيل. واحنا كيف كتشوفوا احنا وصلنا لعين الوالي، احنا دابا غادي نفطروا. راني ما صورتش الفطور، كان فيهم الجوع بزاف وباغيين ينوضوا يعوموا، شافوا الماء عجبهم بزاف، كيقولوا غير فوقاش ينوضوا دغيا يساليوا دغيا وينوضوا يعوموا، لان العين كان خاوي ما كان حتى شي واحد فيه. وصلنا بكري مع شي 8:30. المهم داز واحد النهار زوين بزاف، ضحكنا. انا ما كنتش غادي نعوم، ما خرجتش من الماء الصراحه. الله، ايوا دي هذا هو الفيديو اللي درنا البارح نهار الثلاث، كان واحد الفيديو واعر وواحد النهار زوين بزاف. كي كتشوفوا الماء سبحان الله العظيم شو كي داير، كنز يا سلام. اهم حاجه خص العنايه بداك العين، خصهم ينقيوه بزاف. اللي كلا كيلوح ميكات كيلوح، المهم كاين الاوساخ، وخص الطواليطه ضروري في هاد العين، ضروري ضروري. اللي كانوا كيسمعوا هاد الفيديو هذا الدراري ديال المنطقه ضروري خصهم يديروا المراحيض تما كاين. المهم بقاو مع الفيديو، ما تمشيو فين. هكا ويلا موسى موسى شد فيها. لمياء لمياء ظريف، ويلا انتي تحركي واش نبقى حاضياك. صافي نعيش وغا نطلعي. اش كديري لمياء؟ اه شوفي لمياء كدير تراكسيون في المقرب. يا سيد شوف عبد الرزاق ياسين كيعلم نورا كيدير تعوم. اي اي بلاتي بلاتي تحيد. واحد جوج ثلاثة. صبيا.
وهنايا راجع البرد وبقيت كنرشو ما بغاش يعوف لان الماء بارد الصراحه. الله والله يلا الماء بارد بارد ديال جامد. عرفتي فاش تغدينا طلعنا للواد تصورنا وقبل الغداء وفاش طلع وفاش هبطنا ونسبنا للغداء وجلسنا انا بعدا دخلت وندمت صافي جمدت تبقاو عليا الحوايج هكاك فازقين. يعني في الصباح كيكون شي شويه الماء سخون وفي العشيه ما حد الجو الحراره كتطلع السخونيه ما حد الماء كيزيد يبرد فهمت وما تقدروش تدخلوا فيه. والله الا في العشيه عرفتي طلعنا في واحد الحراره صهد بزاف ولكني ما تقدرش تدخل في هذا الماء هذا. والله تصور حنا كنديروا القرعه القرعه ودرنا البطيخ واللبان في وسط الماء هكا درنا في الصاك وحزمناه وحطيناه في وسط الماء. عرفتي القرعه كتجبدوها مضبه من برا والبطيخ جامد مطيشه الخيار اللي درنا في تما باش نديروا به الشلاطه والله لا بارد بارد جامد بحال اللي دايرين له في الكونجيلاتور. والمهم هذا هو النهار ديالنا دوزناه واعر الحمد لله نهار زوين بزاف. وهنايا هانتوما اللي كيصور من المقلوب انا عجبني غادي تنقيتها من تما يا سلام ولكني تخلي الماء بزاف بزاف نيفي ما عرفتش عرفتي نيفي كي وزوز بالماء كنشرب الماء من نيفي انا جاش ما كنقدرش نتنفس يعني خصني منين نكون غادي نقص في وسط الماء خصني نيفي عاد نقص. قالت لي لا ميا قلت لها الماء كيتخلي مني فيه بزاف قالت لي سديه قلت لها سميه عطاني شي طريف ديال الماء كنسد نيفي بقاو كيضحكوا عليا قالت لي يا قلبي نيفك المهم واحد النهار الصراحه الله سميه حتى هي عاد دخلت الماء سميه. المهم واحد النهار داز واعر واعر الصراحه الله انا بعدا والله ما كنت غادي نعوم والله العظيم كنت غادي نمشي نقابل هكا الحوايج ونصور فيديو وصافي ولكني منين دخلت لمشت البنات وداك الماء تبارك الله ما شاء الله هكاك دخلت صافي ما وليتش عبدت بغيت نخرج. غير حاجه وحده هذيك البلاصه خاصها تنقى وخاصها المراحيض ضروري يعني بنادم فاش كيوسخ تما راه الريحه داكشي كيعطي ما نقولكش. فطرنا حنا في واحد البلاصه ما عجبتنيش حتى تحولنا لواحد البلاصه اخرى عاد زوينه واللي كلا واللي الميكات مليوحين الحمد لله حنا جمعنا تبلنا الصراحه الله جمعناه وفي بلاستيك وداكشي ديال الماكله عطيناها الكلاب تما كاينين وداك الزبل راه داه عطاه المهم داك القشور البطيخ الخضره كامل عطاه دوك البهايم كلاوه وصافي. يعني بنادم خصو ينقي راه شتي الا لحتي الا لحت انا ولحتي انت ولحتي انت ولحتي انت ولا حدا راه تولي زباله تما
لا زعما خصكم تعرفوا الزوميم. هيا هار حيد يديك حيد يديك. واش داير غير تصوير؟ انت لا دير فيديو صح. اجي زوين. شنو كديري دابا حيد؟ ها شوفي لحد هكا شوف. ابو العرقه يا نشوف 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 ناري 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 صاف يوم غن تدوقه تدوقه درتي الملحه الخلطه مع العطريه ديك الصاخ.